سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأملتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد أتيتك يا خالقي باكيا ودمع الأذى كل حين يزيد فقد قلت في الآية لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد سأترك يا رب ذنب مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم أحبك ربي وهذا رجاي بأنك تقبلني يا كريم بأنك تقبلني يا كريم നേർമൊഴി ജീവിതവഴിയിലെ പ്രമാണനാളം ഒരു ഓൺലൈൻ ഇസ്ലാമിക മതപഠന സംരംഭം.